مؤمن إنني أستطيع منافسة ماكدونالدز. في أواخر الثمانينيات وجد محمد مؤمن نفسه في نفس موقف ملايين الشباب، البحث عن وظيفة. بمجرد عمله في مكتب محاسبة خاص شعر برغبتي في أن يبدأ عمله الخاص، وبالفعل بدأ بمحل صغير للمأكولات في مدينة دمياط الساحلية، محاولا تقديم وجبات غير معتادة ومميزة، بعد أن التقى بطباخ فلسطيني مبدع. وبعدها عقد محمد مؤمن العزم أن ينشئ سلسلة مطاعم شهيرة متعددة الفروع في مصر، وهو الأمر الذي سخر منه الجميع بعد أن كانت سلاسل المطاعم العالمية مثل ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا هات قد ظهرت في السوق المصري. باع محمد مؤمن سيارته المتواضعة واشترى سيارة صغيرة لحمل البضائع والخضروات، وافتتح أول مطعم له باسم مؤمن بميزانية قدرها 12,000 جنيه مصري، ثم افتتح فرعا آخر في الإسكندرية، ثم مطعما ثالثا في القاهرة. بدأ النجاح يظهر في الأفق، فانضم له أخواه الصغيران بالعمل والجهد، فكونوا معا مؤمن جروب لمتابعة وإدارة سلسلة المطاعم الناشئة الوليدة. وبعد سنوات من النجاح السريع عانت المجموعة من مشاكل إدارية وفنية، وتم غلق أحد الفروع، وتم تعديل الأوضاع وإعادة افتتاح الفرع مرة أخرى. مع تنامي اسم مؤمن كعلامة تجارية مهمة في مصر، قرر الإخوة زيادة التمويل للمطعم باللجوء إلى حلين يعفيهما من أخذ القروض البنكية. الحل الأول هو اللجوء إلى نظام الفرانشايز وبيع العلامة التجارية عالمياً للمؤسسات الجادة حول العالم. والحل الثاني هو افتتاح مصنع لتعبئة اللحوم والخضروات ليقلل من التكاليف العالية من شراء المستلزمات الأساسية لعمل المأكولات في سلسلة المطاعم. وقد نجح الحلان معاً بأفضل شكل ممكن، فانهالت عروض الفرانشايز على مؤمن وظهرت العلامة التجارية في السعودية والإمارات والكويت وماليزيا. هذا الضخ المالي جعل مؤمن يتوسع بشكل كبير جدا في مصر، بحيث زادت فروعه عن 40 فرعا، بل وبدأ في الاستحواذ على شركات أخرى بضم 6 شركات رئيسية، منها شركة استيراد وتوزيع ومصنع لحفظ الأطعمة، وفضلا عن استحواذ المجموعة على سلسلة مطاعم بيتزا كينج ومطاعم بلانت أفريكا وغيرها. بدأ الفرع الأول لمطعم مؤمن بعدد 8 موظفين تقريبا، واليوم سلسلة مطاعم مؤمن في مصر وحول العالم يعمل بها آلاف الموظفين، وتستهدف في مصر وحدها أكثر من 10 مليون عميل، ولديها خطط للتوسع العالمي حول العالم خارج المحيط العربي. عندما قرر محمد مؤمن أن ينافس ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا هات لم يكن يمزح، وعندما سخر الجميع منه زاد إصراره على تنفيذ حلمه إلى أن أصبح اسمه علامة تجارية يعرفها العالم العربي كله.